فيفا برو كلوبس 11 فيرسس 11 تونس بطلة العالم. اليوم نحكيو مع الفريق التونسي. تيك توك خطوة جديدة لمنافسة انستغرام ثريدز وتويتر. الأربعة 26 جويلية، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع تسعة تريندينج باي أريدو. صيفي الجو أقل سخانة من المدة اللي فاتت، هذا ما يمنعش أنه الأخبار التكنولوجية ديما أخبار الديجيتال والكولتور جيك في التسعة تريندينج باي أريدو ديما سخونة ديما جديدة ديما فما فيها آخر ما فما بالنسبة للزينوفاسيون. اليوم عنا موعد مع دو تريلرز، واحد يخص جو فيديو حكيت على روحه برشا المدة اللي فاتت، والآخر يخص فيلم باش يخرج في آخر العام هذا. تابعونا عندكم تتفرجوا اليوم في موعد جديد من التسعة تريندينج باي أريدو. التراجع مازال متواصل بالنسبة للمارشي متاع السمارتفون على المستوى العالمي، هذا حسب الأرقام متاع كاناليس وكاونتر بوينت ريسيرش، لأننا نحكيه على أرقام الثلاثي الثاني من 2023. الحاجة اللي يلزمنا نشدوها في بالنا هو أنه مبيعات السمارتفون تتراجع ومازالت تتراجع للثلاثي الثامن على التوالي، دونك التراجع هذا متواصل منذ عامين، نجم نقولوا أنه تراجع قريب للانهيار على خاطر التأثير متاع الأزمة الصحية العالمية، التأثير متاع ما بعد الكوفيد والأزمة الاقتصادية والتضخم الكبير اللي قاعد عارفه المارشي العالمي، دونك يأثر بالكده على مبيعات السمارتفون. حتى الإطلاق متاع 5G في العديد من الأسواق ما نجمش يدز المبيعات متاع السمارتفون. حسب كاونتر بوينت ريسيرش فإنه التراجع بالنسبة لمبيعات الهواتف الذكية على المستوى العالمي هو 8% في الثلاثي الثاني من 2023 مقارنة بنفس المدة، يعني الترمستر الثانية من 2022 على نفس المدة. الأرقام متاع كاناليس تقول إنه التراجع هو 11%. هات نعملوا نظرة نشوفوا شنو فما في التوب 5 وشنو أكثر الماركات اللي قاعدة تتراجع. أكثر ماركات اللي قاعدة تتراجع هي شركة فيفو اللي نقاها في المرتبة الخامسة، التراجع متاعها في الثلاثي الثاني من 2023 عرف ب 17%. بعد نقاو زوج شركات، شركة سامسونج وشركة شاومي. سامسونج اللي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا تراجعت ب 12% في الأرقام متاعها في الثلاثي الثاني من 2023. شاومي زادة تراجعت ب 12% أما تحتل المرتبة الثالثة. أقل شركة عرفت تراجع هي شركة أبل اللي تراجعها وأرقامها السلبية هي 2%، أما شركة أوبو اللي نقاها في المرتبة الرابعة فالتراجع متاعها ب 3%. نعملوا طلع على البار دو مارشي بالنسبة لشركة سامسونج، البار دو مارشي متاعها تحافظ عليها 22% مقارنة بنفس المدة في 2022. شركة أبل تعرف ارتفاع طفيف، عم ناول في الوقت هذي كان عندها 16% تولت عندها 17%. 1% هذيك خذتها من عند شركة شاومي اللي كانت عم ناول 13% وتولت 12%. بالنسبة لأوبو حافظت على الباردو مارشي متاحة 10% مقارنة بعم ناول. شركة فيفو تراجعت مقارنة بعم ناول، عمناو كان 9% تولت 8% و31% عند بقية الشركات العالمية الأخرى. جديد بالنسبة لتيك توك، تيك توك اللي يدخل على خط منافسة يمكن ياسر باش تقوى أكثر مع انستغرام ثريدز في المستقبل، بما أنه تيك توك يبدأ أولى الخطوات متاعه بالنسبة للبوبليكاسيون تكستويل. ينعم اليوم تيك توك عن طريق ميزاجور جديدة أصبح يعطي الإمكانية للمستعملين متاعه أنه يبوستيو دي ميساج تكستويل، هذا بتبع أبار الفيديو والتصور العاديين. تيك توك اللي معروف بالكداب الفورما أديكتيف بالنسبة للفيديوهات القصار، المرة هذه بدأ يركز أكثر على البوبليكاسيون تكستويل، والبلاتفورم يعني تيك توك يقترح مجموعة من الخاصيات الجديدة فيما يخص الفونكسيوناليتي هذية اللي بدأت في ديبلومون، بدأت في الانتشار على المستوى العالمي. تسمح باش المستعملين متاع تيك توك يبوستيو دي ميساج مكتوبين مع البوبليكاسيون فيديو ولا فوتو كيف ما قلنا. بالنسبة للميساج هذوما أكيد هم شكونوا على خط المنافسة في المستقبل مع ثريدز و
مع تويتر اللي أصبح اسمه إكس. الميساج هذوما ولا الخاصية متاع لي بوبليكاسيون تكستويل متاع تيك توك يسمحوا لك باش تزيد موسيقى ولا صوت، يسمحوا لك زادا باش تزيد لوكاليزاسيون، باش تاغي مستعملين ولا تزيد هاشتاغ، باش تبدل الكولور متاع الارير بلون، وباش تعمل اكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون متاع لي كومونتير، وبالطبيعه انك تعمل اوتوريزاسيون ولا لا متاع ان ديو. Between good and evil is eternal. كنا حكيناكم منذ أسابيع قليلة على مورتال كومبا 1 اللي باش تخرج نهار 19 سبتمبر 2023 على إكس بوكس سيريز إكس و إس و بلاي ستيشن 5 و نينتندو سويتش و بي سي. كنا حكيناكم على اللي نستناوه من مورتال كومبا، لكن اللي صار هو في الكوميك كون 2023 في سان دييغو يخرج التريلر الأولاني بالنسبة لمورتال كومبا 1، وفيه بارشا مفاجآت بما أنه في وسط الليستة في الباك 1 نقاو بيس ميكر، أومني مان، كوانشي، إيرماك، تاكيدا تاكاشي، وهوملاندر من The Boys يجي ديريكت في مورتال كومبا 1، لكن الديسبونيبيليتي بالنسبة لهوملاندر باش تكون ابارتير من ربيع 2024. نخليكم تتفرجوا في التريلر متاع مورتال كومبا 1. اللي تبع أفلام وسيريات مارفل يعرف ياسر أنه سيكريت انفيجن وفات رسميا اليوم على ديزني بلاس، لكن قبل ما توفى السيري هذه اللي تتكون من 6 حلقات منذ أيامات خرج تريلر الثاني من The Marvels اللي مثل سويت للسيري هذه. The Marvels يخرج في نوفمبر 2023. نخليكم تتفرجوا في التريلر الثاني بتاع The Marvels. كابتن مارفل لا غراند ديستركتريس، tu m'as tout pris. Maintenant, c'est toi qui vas tout perdre. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Elle a entremêlé nos pouvoirs. Dès qu'on s'en sert, on prend la place l'une de l'autre. Super théorie. Toi, tu absorbes la lumière. Moi, je la détecte. Et Kamala... C'est qui Kamala? Salut. Kamala a le pouvoir de changer la lumière en matière. Et ça, j'en avais jamais entendu parler. Je peux vous montrer si vous voulez. Non. Planète pour cibler. Je ne veux entraîner personne dans cette guerre. Tu n'es pas toute seule à pouvoir protéger l'univers. Alors on est une équipe? If you wanna battle, go into now! South! Plus haut. Jump! Plus loin. Plus vite. Le gentil chat, son papa, un gousse. Ah, mais c'est immonde! Non, là c'est trop. Tu veux bien? Je gère. التسعة تريندينغ أريد رجعت لكم بعد شوية مع بارتي ثانية خصوها للإي سبورتس مع أبطال العالم بعد الانتصار ضد البرازيل في الفينال. أبطال العالم في الفيفا برو كلوبز 11 versus 11 توينسا، نحكيه معهم بعد شوية في البارتي الثانية من التسعة تريندينغ أريد.